السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بجميع متابعين قناة الأستاذة مزين لمادة الاجتماعيات. اليوم إن شاء الله راح نكون مع سنوات الرابعة متوسط، نموذج من فرد مقترح بقوة للفرد باش تخدموا فيه، بما أنه رانا على أبواب الفروض. تبعوا معايا مليح. فقط قبل بدايتي لشرح هذا النموذج، فقط نذكر المتابعين أنه عندي صفحتي على الفيسبوك اللي راني ننشر فيها بالك وراني نشطة فيها أكثر من قناتي على اليوتيوب، تحمل نفس الاسم تاع القناة اليوتيوب، فقط اكتب الأستاذة مزين أمامها بالفرنسية كما توضحها هنايا. أما حسابي على الانستغرام بروف مزين، هادوما اللي راح يساعدوكم بزاف في عملية نسخ ولا الطبع الوثائق اللي راني نشرح بهم هنا. يعني الفرض ولا اختبار ولا الدرس كي نشرحه هنايا تحب ترفدو وتمبريميه، ما عليك غير تلتحق بالصفحة تاعي اللي راهي موجودة هنايا الأستاذة مزين، ولا الحساب تاعي على الانستغرام. جيد، إذا على بركة الله نبدأ في شرح هذا الفرد. أولا، دائما وأبدا في مادة التاريخ والجغرافيا أنا شخصيا ما نديرش الوضعيات الإدماجية، نخليهم للاختبار لضيق الوقت. أما فيما يخص الوضعية الأولى كما راكم تلاحظوا فيها أنتم هنايا، شوفوا معايا مليح، الوضعية الأولى عندنا فيها حدد أحداث التواريخ الآتية. سورتو الفرد الأول غير اللي ما يبروفيتيش وما يخدمش، لأنه التواريخ ما كاش بزاف اللي يطرحوهم. عندنا يا ربي 5 تواريخ، راجعهم مليح وتجيب بإذن الله تجيب. عندك 29 أبريل 1827، وعندك 20 أكتوبر 1827، 12 ماي 1830، 1 نوفمبر 1954. أنا هادوما نعتبرهم سهلين سهلين، علاش؟ لأنه هنايا زوج حادثتين مهمين بزاف اللي هما، تبعوا معايا، عندنا 29 أبريل أكيد هي حادثة المروحة، 20 أكتوبر 1827 معركة نافارين وتحطم الأسطول الجزائري. شوفوا معايا ولادي هنايا، حادثة المروحة مع معركة نافارين درناهم في رسالة بولينياك، لكن للأسف كاين تلاميذ تروح لهم النقطة، على بالكم وين تروح لكم، لأنه كي نعطولكم 20 أكتوبر 1827 كاينين يكتبوا لنا معركة نافارين. لا لا، ما تكتبليش معركة نافارين، تحطم الأسطول الجزائري في معركة نافارين، ولا معركة نافارين وتحطم الأسطول. احنا الهدف تاعنا من 27 انك تكتب لنا تحطم الاسطول الجزائري، صح. 12 ماي 1830 هي رسالة بولينياك اللي درسناها في القسم الى بريطانيا، الى ملوك وامراء بريطانيا. اما 1 نوفمبر 1954 هنايا اكيد خطأ مطبعي، هنايا تحرير بيان ولا صدور بيان 1 نوفمبر، وكاين بعض التلاميذ يقول لك استاذة اندلاع الثورة التحريرية الجزائرية، اكيد نعتبر اجابته صحيحة، صح هي اندلاع، لكن انت باش تبين للاستاذ باللي راك فاهم مليح ديرهم في زوج، اكتب تحرير البيان وافتح القوس واكتب اندلاع الثوره التحريريه الجزائريه، خلاص متفاهمين. هاد التواريخ اللي ركز عليهم راني متاكده باللي يطيحوا لك وتعاود تولي للفيديو هذا تقول يعطيك الصحه استاذه. اذا اما التمرين الثاني اللي مرشح بقوه ثاني هو التمرين عندك يطيح في الفرض ولا في الاختبار، نضمن لك باللي يطيح في الفرض ولا الاختبار، وانت كي تشوفه تقول لي استاذ سهل، لكن الخلل اين؟ الخلل راني خايفه عليكم اذا غيروا لكم في الجدول هذا، يقول لك صنف، ما يكتب لكش المباشره والغير المباشره، العكس، يروح يكتب لك الحقيقيه والغير الحقيقيه، وهنا انت تبدا تخلط. هنايا انا ديجا كنت نشرت ديجا فيديو كانت عندي في الفيسبوك، واش نحط؟ نحط معلومه في دقيقه، فيديوهات قصيره من بين اللي النصائح اللي مديتهم، قلت لكم حذاري انكم تخلطوا بين الاسباب المباشره هي الاسباب الغير الحقيقيه، اما الاسباب الغير المباشره هي الاسباب الحقيقيه. بمعنى شوفوا معايا مليح، هنايا نكتب الاسباب ولا الدوافع الغير
الحقيقية. وهنا الأسباب الغير المباشرة، هذه هي الأسباب الحقيقية أو الخفية. ما تنساوهاش ولادي، قلت لكم اللي ما راهش فاهم أسباب المباشرة والغير المباشرة، مليح ما عليه غير يشوف الفقرة معلومة في دقيقة اللي حطيتها في الانستغرام ولا حطيتها في صفحتي في الفيسبوك. صح، نروح الآن إلى عملية التصنيف. التصنيف أنا اللي نعتبره هو الساهل كامل. كما راكم تلاحظوا عندنا الأسباب المباشرة حادثة المروحة وتفتيش الباخرة الفرنسية، أما الأسباب الغير المباشرة الطمع في خيرات الجزائر وثرواتها، توجيه الرأي العام الفرنسي نحو الخارج. هذا فيما يخص عملية التصنيف. نروح الآن إلى شيء آخر دائما دير في بالك، فالفرض يطيح لك دراسة وثيقة تاريخية. السؤال اللي ظل يتكرر يتكرر كل مرة، أستاذة يقدر يعطينا وثيقة ما درسناهاش كامل؟ وي يقدر يعطي لك وثيقة ما درستهاش كامل. كيفاش؟ لكن هذيك الوثيقة اللي ما درستهاش كامل دير في بالك راح يعطيهاش إما غير على مرحلة التقديم، وإذا مدهاك على شيء آخر أنت ديجا درست منهجية دراسة وثيقة تاريخية، المعلومات راح تكون عندك معلومات قبلية وتقدر تجاوب عليها، سورتو التلميذ اللي فاهم المنهجية بطريقة صحيحة. المهم تبعوا معايا، مثلا أنا عندي وثيقة الموجودة هنا أمامي، دايما كيعطي لك الوثيقة أقراها مرة أو مرتين هكذا. إليك الوثيقة التالية من خطاب الماريشال كلوزيل للمستوطنين عشية تعيينه واليا على الجزائر. يجب أن تعلموا أن هذه القوة العسكرية التي هي تحت غمرتي ما هي إلا وسيلة ثانوية، ذلك أنه لا يمكن أن نغرس العروق هنا إلا بواسطة الهجرة الأوروبية فقط. 9 أوت 1985، لكم أن تنشئوا من المزارع ما تشاءون، ولكم أن تستولوا عليها في المناطق التي نحتلها، وكونوا على يقين بأننا سنحميكم بكل ما نملك من قوة وبالصبر والمثابرة. سوف يعيش شعب جديد وسوف يكبر ويزيد بأسرع مما كبر وزاد الشعب الذي عبر المحيط الأطلسي واستقر في أمريكا من بضعة قرون. شوفوا هنا يا التعليمة واش تقول عندك هايديك. التعليمة تقول أدرس الوثيقة أعلاه دراسة تاريخية من حيث التقديم. صح، هنا يعطي لك من حيث التقديم، من الأفضل أنك تديرها في جدول المصدر والطبيعة، طبيعة الوثيقة والإطار الزماني والمكاني والتعريف بصاحب الوثيقة. مرحلة التقديم لا تتطلب منك أنك تفهم المحتوى تاع النص، العكس تاع مرحلة الاستخلاص ولا مرحلة التحليل. إذا نروحوا إلى مرحلة التقديم، مرحلة التقديم نخرجوا كلش كل حاجة نخرجوها من نص الوثيقة. أكيد هي عبارة كما تشوفوا هنايا مصدر الوثيقة كلوزيل هذا راه حاكم، يعني إطار في دولة، كيكون اللي كتب الوثيقة يخدم حاجة مرموقة نقولوا عليها باللي رسمي، بصح ما نحبسش هنايا تقول الرسمي وتزيد لها المرجع هاوليك، نزيدوا لها المرجع مينا الكتاب المدرسي صفحة 25. صح أستاذة فهمناها. طبيعتها، طبيعة ثانية يا أولاد دايما ما تجيبهاش من راسك، تلقاها مكتوبة الفوق خطاب، لقيتها خطاب اكتب خطاب وبلد فلسيف زايد خطاب وخلاص. الإطار الزمني والمكاني، يعني الزمن والمكان أحيانا يمدوه في البداية، يعني في بداية العنوان، أحيانا يمدوه في النهاية هاولي كما موجود هنا. الجزائر، المكان هو الجزائر، الإطار 10 أوت 1835.
نروح الى التعريف بصاحب الوثيقه. شوفوا معايا هنايا بزاف اللي يتخوفوا من التعريف بصاحب الوثيقه. انا شخصيا راني نصحح في الشهادات. تعريف بصاحب الوثيقه هو تعريف بسيط جدا. واش معناتها بسيط؟ ما نحتاج وقتاش زاد وقتاش مات، نحتاج فقط معلومه خفيفه. مثلا انا يا كلوزيل، هذا نقدر نقول باللي كلوزيل والي الجزائر عام 1835. نكتب هذه ما نزيدش. هو كلوزيل هو واليا على الجزائر وحاكمها في فترة 1835. تحب تزيد معلومة زيادة ما نقول لكش لا، تحب تزيد ما نقول لكش لا، هكذا. أنا المهم واليا، واليا منين جبتها؟ عطاوها لي من العنوان واليا هكذا. إذا شوفوا الدراسة تاعي هنايا كيفاش كانت. باش هنايا رسمي مأخوذة من كتاب المدرسي سنة الرابعة صف 25، خطاب سياسي. سياسي قلت لكم تحبوا ديروها تحبوا ما ديروهاش. عندك الجزائر 10 أوت 1945، وعندك التعريف تاع كلوزيل. صح. نروحوا الآن إلى السؤال اللي بعده. واش يقول هذا السؤال اللي نقول لك باللي عليه سؤال استنتاجي؟ قال لك استخرج القيمة التاريخية الواردة في الوثيقة. شو عندها القيمة التاريخية؟ القيمة نقصد بها الأهمية، يعني أهمية تاريخية. عرفكم باللي الأهمية تاع كلوزيل، مثلا أنا يا هذا الكلوزيل ما يعطيلكش السؤال هذا إذا كنا مازال ما درسناش الدرس تاع السياسة الاستعمارية، الدرس الثاني تاع المقطع الثاني واسمه السياسة الاستعمارية. راح ندرسوا سياسة الاستيطان. احنا يا الكلوزيل هذايا كل المقطع كي قريته لكم مقبلة، واش يتكلم؟ كلوزيل حكم الجزائر بعد 5 سنين كي استعمرونا. واش قعد هذه الرسالة ولا هذا الخطاب؟ بعثوا شكون؟ واش معناتها مستوطنين؟ بعثوا للأوروبيين اللي هاجروا وجاو سكنوا الجزائر، يشجع فيهم على الهجرة. هذه السياسة نسموها سياسة الاستيطان، وانتم مازال ما درستوهاش. اللي يقراها الأستاذ تاعو يمدلو هذا، يستنتج الأهمية. واللي مازال ما قراهاش الأستاذ تاعو ما يعطيلوش، يستنتج القيمة ولا التاريخية الواردة. أنا كنت خرج هنايا القيمة التاريخية الواردة، هنايا أكيد كلوزيل تعتبر الوثيقة كلوزيل من أهم الوثائق التاريخية التي تبرز نية فرنسا الخبيثة، إذ عملت منذ بداية الاحتلال على تشجيع الاستيطان، يعني سياسة الاستيطان هذه مارستها فرنسا. السياسات من السياسات المهمة اللي مارستهم فرنسا في الجزائر، يعني بينت لنا على سياسة الاستيطان. كان هذا هو الجزء الخاص بمادة التاريخ. قلت أنا يا في التاريخ ما نمدش الوضعيات الإدماجية. الجغرافية عندك دايما دايما، شوفوا في الجغرافية دايما عندك مصطلحات، قائمة المصطلحات اللي تحفظها. هنايا عندنا الرق، المدى الحراري، الأهمية القارية لموقع الجزائر. تبعوا معايا نعرفوا هذه المصطلحات اللي موجودة أمامكم، قريناهم في التضاريس. الرق، العرق والرق، سهل صحراوي مغطى بالحصى مثل سهل تنزروفت. المدى الحراري هو الفرق بين أعلى وأدنى درجة حرارة تسجلان خلال فترة زمنية معينة. هنا عندي ملاحظة، على بالكم باللي المدى الحراري بزاف تلاميذ يقول لي أستاذ احنا ما درسناش في القسم. إيه ما درسناش، لكن المدى الحراري أنت يجب أنك تعرفها عند دراستك للدرس الأقاليم المناخية في الجزائر. ثم هذا المصطلح غير راجعه، راه محتمل بزاف باش يطيح. عندنا الأهمية القارية لموقع الجزائر، نقصد أن الجزائر تمثل 8% من مساحة القارة وتعتبر بوابتها الشمالية. جيد. نروح إلى الوضعية الثانية. أكمل الجدول الآتي بما يناسبه. عندي جدول قرينا الأقاليم المناخية 3،
نسموهم ونحدد الموقع والخصائص، الخصائص أو المميزات. هذا الجدول نقدر نقول لكم استرجاعي وسهل جدا. مثلا شوفوا معايا هنا يا الجدول هذا، عندي إقليم البحر الأبيض المتوسط، الموقع تاعو يمتد من الشريط الساحلي إلى الأطلس التلي. الخصائص والميزة تاعو هي حار جاف صيفا، ممطر ودافئ شتاء. هنا فقط ثاني عندي ملاحظة، كاين اللي يقول إقليم البحر الأبيض المتوسط، كاين اللي يقول له الإقليم التلي أو الإقليم الرطب. ثانيا عندنا إقليم السهوب ولا الإقليم القاري، ينحصر بين سلسلة الأطلس التلي والصحراوي، ما يميزه صيف حار وجاف وشتاء بارد. إقليم الصحراوي من سفوح، يعني الموقع تاعو يمتد من سفوح الجنوبية للأطلس الصحراوي. قريناها سلسلة الأطلس الصحراوي من تحبس، تخيلوا الإقليم الصحراوي يبدأ من فمك إلى أقصى الجنوب. المميزات تاعو حار وجاف طوال السنة ولا طول السنة، هذه هي الميزة تاعو. نروح إلى آخر سؤال اللي هو صنف الأقاليم المناخية في الجزائر حسب الأقاليم التضاريسية. هنا واش حاب يقول لك، حنا قرينا ياك قرينا في القسم، واش قرينا صنف الأقاليم المناخية. تسمى كاين ثلاث أقاليم مناخية، واحد اثنان ثلاثة. قال لك في الجزائر حسب الأقاليم التضاريسية. أقاليم المناخية عندنا ثلاثة، والأقاليم التضاريسية عندنا زوج. وش هما عندنا كون ندير جدول؟ شوفوا معايا مليح، شكون هما الأقاليم التضاريسية؟ عندنا إقليم الشمال اللي يمثل 16%، وعندي إقليم الجنوب اللي يمثل 84%. الآن شوفوا كل إقليم وين جاي. إقليم البحر الأبيض المتوسط يمتد منين؟ يمتد من الشريط الساحلي للأطلس التلي. إذا راه جاي في إقليم الشمال كيما راهك تشوفوا مناخ البحر الأبيض المتوسط. أما إقليم السهوب ينحصر بين سلسلة الأطلس التلي والأطلس الصحراوي، إذا يجي في إقليم الشمال. أما إقليم الجنوب فيه غير مناخ الصحراوي، إقليم مناخي واحد فقط. مالا الشمال عندنا فيه زوج أقاليم، والجنوب عندنا فيه إقليم واحد فقط. إذا وصلنا لنهاية الفيديو، شرحنا فيه نموذج، انتظرونا فيه نموذج آخر. وما تنساوش تروحوا لصفحتي في الفيسبوك اللي راح تساعدكم بزاف بزاف بزاف، لأني قلت لكم أني نشطة فيها. اللي ما عرفهاش فقط يكتبها لي كيما راهي موجودة هنايا مام الحساب تاعي على الانستغرام. بالتوفيق، دمتم في رعايتي. الله.